طبعا المباراه النهائيه والممكن الشكل هيبقى ازاي، لكن الاستاذ محمد امبارح لاحظنا ويمكن قبل المباراه كان في بعض التكهنات، هيلعب موسيماني هيلعب ازاي، هيا ترى هيلعب باللعيبه الاساسيه او هتبقى بروفا على مستوى واضح بالنسبه لمباراه الزمالك. لكن امبارح اعتقد كان غياب عدد كبير جدا، اعتقد كل اللعيبه الدوليه، يعني غياب محمد هاني، ايمن اشرف، بتتكلم على علي معلول، بتتكلم على بدايات مثلا عمرو السوليه، ديانج، بتتكلم على الشحات، اجايي، يعني اعتقد 90% من اللعيبه يمكن نزل قفشه ونزل ديانج، لكن بدايه المباراه كان بيعتمد بشكل كبير على عناصر صغيره ومنها اثنين لعيبه صغيرين، العربي بدر واحمد كوكا في وسط الملعب. شفت ادائهم ازاي المجموعه ديت؟ و فعلا هي كانت ده الواضح من موسيماني ان هو عنده سكه واحده، ان هو خلاص عارف بالظبط هيلعب ازاي يوم 27، وبالتالي ما يهمه في المباراه ديت اكيد الخروج بمكسب والاطمئنان على بعض اللعيبه الصغيره واعطاء الفرصه كمان للعيبه زي احمد الشيخ، زي وليد سليمان، زي باجي. يعني يمكن بعض التوقعات، ومنها كنت بتوقع ان هو يبدا بالاساس ويغير بعد ما اطمئن على النتيجه، هو بدا العكس، بدأ بالمجموعه البديله اكتر مع تطعيمات بسيطه جدا، وجي في النهايه خالص ادى اللعيبه حتى ديهم احساس المباراه والملعب، كان نوع من التدريبه القويه او التجهيز البدني والفني وحساسيه المباراه وكان مهم جدا. اللي عجبني قوي الفرصه اللي خدها العربي بدر واحمد نبيل. العربي بدر الحقيقه يعني من المباريات الجميله اللي قدمها، لعب بشكل جيد بشكل مؤثر، يعني لاعب ليه مستقبل كبير جدا مع النادي الاهلي ان شاء الله في المرحله المقبله. يعني شفنا بقيه اللاعبين بيقدموا برضه في اطار المطلوب، يعني انا حاسس ان النادي الاهلي لعب على قد المباراه حتى بعد ما جاب الجونين، يعني الجون الثاني بيتسجل وهم بيبقى ناقصين لاعب، بيطرد لاعب، فطبيعي جدا انك انت تسجل جون وثلاثه واربعه. الاهلي ما ضغطش، يعني فضل ماشي على قد المباراه وعلى قد حجمها، وحتى اطيحت فرص لبعض اللاعبين وخصوصا اليو باجي، كان ممكن تخلص المباراه بثلاثه واربعه وخمسه، لكن في فرص اهدرت بشكل كبير جدا. عادي جدا الامور مرت بسلام.